دور بقى الاختلاف والأضداد منهج حياة. عايزين نتعرف بعد أن انتشرت في المجتمع الانشقاق والخصام والعداء، أداب الاختلاف وفي القرآن وفي السنة. بارك الله فيك دكتور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدب الاختلاف هذا من شيمة أهل العلم والحكماء العلماء العقلاء، يكون عندهم أدب الاختلاف. وإحنا في عصر تفاقم فيه الاختلاف أو الخلاف تفاقما كبيرا، حتى أن المتحدث منا في أي مسألة من مسائل العلم لابد هيجد له مخالفا، ناقدا، ناقما، سابا، شاءوا، سبحان الله. تسعى على هذا كثير في أي مسألة، سبحان الله. لما هذا؟ لضياع ضوابط وآليات وقواعد وآداب الاختلاف، لأن الآداب دي هي العاصم لنا من الوقوع في مثل في النزاع والشقاق. تمام. والعلماء الآداب دي كلها ضاعت يا دكتور، احنا يعني إلا ما رحم الله، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم الله، سبحان الله. الاختلاف هذا سنة الله عز وجل في الكون كله، سبحان الله. اختلاف سنة الله في الكون كله، في اختلاف الألسنة، في اختلاف الألوان، في اختلاف الجنسيات، واختلاف العقول، تباين العقول، الأعمال متباينة والعقول متباينة، يبقى دي سنة الله عز وجل. والاختلاف لا ليس مذموما. لما؟ لأن الاختلاف هو أن بمشي في طريق مختلف عن حضرتك، بس مقصودنا واحد، هدفنا واحد، خير. لكن الخلاف أو وصول الحق، تمام، أو الصواب، تمام. لكن الخلاف أنا بختلف مع حضرتك في الطريق وفي المقصود والهدف والمنهج، سبحان الله. مش هنلتقي خالص، لأن أنا بنتصر لنفسي والهواية، تمام، والطرف الثاني بينتصر للنفس والهوى، تمام، مش من أجل الوصول للحق، تمام، ولا العلم النافع، تمام. فالاختلاف لا نريد أن يصل بنا إلى حد الخلاف كل العداء، لأن الخلاف بيصحبه نزاع وشقاق، فرقة، خصومة، وقس على هذا كثير، وشيطان، وما شيطان شغال، مش هيرضى غير بالصراع والحرب، ولكن في التحريش بينهم. فإحنا هنا رب العالمين خلق العقول متباينة، خلق العقول، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سنة الله في الخلق دي، تمام، الاختلاف وليس الخلاف، تمام. وهنا لما بقى؟ لأن أهداف الحوار مش موجودة عندنا. هدف الحوار لما بتحاور مع أحد الأحباب، هدف حواري مع إيه؟ هدف حواري أن أقيم الحجة وأدفع الشبهة عشان تسر النفس، عشان أوصل للحق والصلاة، نقيم الحجة، تمام، وبدفع الشبهة، تمام. الحوار يعني الحوار ده بيكون تقريب وجهات نظر، بنقرب عن أنت لي رأي وغيري له رأي، بنقرب من وجهات النظر دي، تمام، بنخلي وجهات النظر متحدة أو متقاربة أو في تناسق فيما بينها، بنرد على أباطيل، بنأتي بالحق وندفع الباطل، وهكذا. يعني فين بقى الأغراض دي في واقعنا العملي اللي احنا بنعيشه؟ تمام. حضرتك شوف في القنوات والفضائيات صراع، والمجالس صراع، والاجتماعات وأيا كان صراع، في المناسبات وأمراض، لا نجد أدب الحوار أو الاختلاف إلا ما رحم الله. نجد يعني كأن احنا بنعلم الناس سوء أدب، سوء الخلاف، ما بنعلمهمش أدب الخلاف، لا بنعلم سوء. ليه؟ لأن مفيش حد بيستمع للطرف الثاني، مفيش حد بيحترم الطرف الثاني، مفيش حد بيقدر اللي قدامه، مفيش حد بيثني على اللي قدامه، مفيش حد بيحترم وجهة النظر الأخرى. أنا لي وجهة نظر وغيري له وجهة نظر، أنا بحترم وجهة نظره وهو بيحترم وجهة نظري، هو بيخطأ وجهة نظر مش بيخطأني أنا، مش بيعيب عليا أنا، يعني ما هواش بيزعل مني أنا، ده بيزعل من فكرة، من رأي، بتبقى الفكرة والرأي دي نتشاور عشان نوصل للحق والصواب فيها. كل ده غاب في 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 ايامنا دي. ليه؟ لان في انتصار للاهواء، في انتصار لقضيه سياسيه، في انتصار لقضيه عصبيه، في لامر عصب، يعني من باب يعني ازاي يكون فلان مش عارف ايه وازاي، لا العصبيه والجاهليه لا ده حتى في النعره الرياضيه، احنا عندنا في كل مناحي حياتنا صراع وخلافات يبقى
حتى في الحياه في الاسريه، في الحياه الاسريه ما يكون الزوجه لها راي وانا ليا راي، كل واحد منا يحترم وجهه نظر الاخر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحترم وجهه نظر، بل كان بياخد براي زوجها. عايزين بقى المنهج النبوي لعلاج الخلاف. لما في مثلا في قضيه صلح حديبيه، والصحابه قالهم 6 سنوات لم يذهبوا الى الحرم في غايه الشوق للذهاب واداء عمره، ولما حانت الفرصه وصلوا الى الحديبيه يعني بجوار الحرم خلاص خطوات ويدخلوا بقى، وجت قريش واصرت ومنعت ولابد من الرجوع والى اخره، وكان في هناك شروط جائره، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، والصحابه شافوا النبي قبل خلاص هنعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يذبحوا الهدي ويعودوا الى المدينه. فالصحابه ما ذبحوش، ما لم يقولوا لا، ولكنهم سكتوا، واخدين على خطوتين، صمتوا، واخدين زعلانين، ده احنا الحرم خطوتين ونرجع وبتاع عشق. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ صلى الله عليه وسلم على زوجته ام حبيبه، ام سلمه، وذكر لها موقف الصحابه. شوف الزوجه بقى، قالت يا رسول الله تعلم ما في انفس هؤلاء؟ يعني انت عارف انهم زعلانين واخدين على خاطرهم، فاخرج ولا تكلم احدا واذبح هديك، فان راوك فعلت سيفعلوا. سبحان الله، النبي خد براي مين؟ زوجته. زوجته هنا ان ليه وجهه والصحابه لهم وجهه، طب نعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذبح، الصحابه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيذبح الهدي قاموا جميعا وذبحوا الهدي وانتهى الخلاف. يعني ممكن علاج الخلاف بتصرف حكيم. بتصرف حكيم، لكن احنا مش جدل وصراع لا، ليه؟ ما هو اثبات ذات واثبات طلاق، لان كل واحد بياخد طرف غير الطرف. تمام، وفي حاله بقى فرقه ونزاع وشقاق وهكذا، لا، ده انا عايز في قواعد للحوار وقواعد واداب للحوار، وفي اليات لهذا الحوار، وفي عندنا اهداف للحوار، في عندنا مثلا اداب نفسيه. يعني ايه اداب نفسيه؟ يعني اداب نفسيه انا بهيئ الجو، تهيئة الجو المناسب بعيد عن الغوائية ورفع الصوت والكلمات الجارحة، لا لا لا، بعيد عن كل إنما وآتي بكلمات مناسبة رقيقة عذبة ومقدمة جميلة، وبثني على الطرف الثاني، ولكن مش بس أقعد أثني على نفسي، لا، ده من سوء الأدب. إنما بثني على مهد، أفتح قلوب، أمهد، وهنا كده في إخلاص وفي صدق نية وفي محبة وفي صبر وفي رحمة وفي شفقة، لازم يكون الحاجات دي كلها، وفي انصاف وفي عدل، لازم يكون في انصاف، الحق معاه انا معاه، الا ال 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 هو الصواب معه انا معه، لان الحكمه ضاله، ضالتي انا في اي مكان اي كان انا معاه، لكن ما انتصرش للنفس ولا للهوى، وهكذا التواضع وحسن الخلق. فين التواضع وحسن الخلق في الحوار؟ ده احنا كل واحد، ده كل واحد بينشر في الثاني، كل واحد بينزع في الثاني، ده حقيقة. فين التواضع وحسن الخلق؟ يبقى دي اداب بيسموها العلماء اداب نفسيه، وفي اداب علميه. اداب علميه يعني ايه؟ يعني انا بتحاور في او بتناقش في قضيه لازم اكون على علم بيها، مش داعي وجاهل انا اعلم اهل الارض، للاسف مفيش حد اعلم مني ومفيش حد زيي، وانا اجهل واحد في القضيه، ثقافه مجتمع. يبقى هنا الاداب العلميه، وبعدين الاداب العلميه يقول ابدا بالاهم، ابدا بالاهم، لا ترتيبات، وابدا بما هو متفق بينكم في امور متفق، في نقاط احنا متفقين فيها نبدا فيها، وبعدين نبدا بالاهم، ولما نبدا بالمتفق يبقى قربنا وجهات النظر، يبقى في محبه بيننا كده.